soit pour des restaurations, si vous voulez, même pour l'installation dans un volet, si vous voulez, même pour l'installation dans un volet. Je pense que c'est ici de là-bas. Je voulais vous aller voir ces types de repris. Et on reprit quelques éléments, la parle qui s'inspire. كما تعرفوا اليوم تم انطلاق شهر التراث المغربي. هذا بالنسبه لنا مناسبه باش نعرفوا وسمحوا لي نستعمل هذا المصطلح، يعني يكون نصالحوا التراث المادي واللامادي الوطني مع المواطنات والمواطنين. بالنسبه للتراث المادي تعرفوا بان للاسف لحد الان كان هناك تقريبا اقل من 400,000 يعني زائر مغربي، واقل من مليونين جوج مليون ديال الزيار الاجانب اللي كانوا كيزوروا التراث المادي المغربي. فهنا خص يكون او الوزاره سوف يعني تشرف على مجموعه ديال المبادرات في اطار التنشيط الثقافي وتنشيط هذا التراث، باش نزيدوا نعرفوا التراث ديالنا ونزيدوا نحفزوا الوليدات الشباب العائلات المغربيه باش يزوروا التراث ديالهم، لانه هناك ارتباط مباشر بالتاريخ ديالنا المشترك. هذه الانشطه غتكون بالطبع انشطه ثقافيه، باش ما تكونش العلاقه ديالنا مع التراث فقط علاقه بما يسمى يعني هذاك، يعني فاش كنمشيو للتراث كنشوفوا غير لو فولي اركيتيكتورال فقط. غيكون هناك تنشيط ثقافي باش يكون واحد نحمسوا المغاربه باش يجيو يزوروا اكثر واكثر، ولاش لما لا نفوتوا الزوار الاجانب اللي كيجيو لهذا الاثار اللي عندنا على صعيد المملكه المغربيه. بالنسبه للتراث اللامادي استغلينا هذه الفرصه باش طلقنا هذا القرار ديال لابيل ماروك كيف ما ذكرتوا سابقا. اليوم يعني نقدروا نقولوا بان هناك حمايه قانونيه للتراث المادي واللامادي. بالطبع هذا الشيء غيتم دائما، يعني اسبوع مرة اسبوع ديك اللائحه ديال الحمايه غنزيدوا القوه ونقيموها بشراكه مع المجتمع المدني والمعنيين بالامر كذلك. غدا ان شاء الله غيمكن لاي مواطن مغربي على المجتمع المدني كذلك باش الى شاف تبين ليه بان هناك يعني واحد اراده من طرف واحد الدول او شركات اجانب يعني باش ياخذوا التاريخ ديالنا التراث ديالنا، غتكون واحد الحمايه على الصعيد الدولي مبنيه على الحمايه الوطنيه. مراد مع الوزير.